في إطار هذا المشهد اللي بيتم إقصاء السياسة، بالتأكيد هيتم إقصاء الشباب، يعني إذا كان يعني السياسة كلها بشكل عام المجتمع والسلطة تتعامل معها بمنطق أنها شيء سيء، وبالتالي الشباب اللي عندهم رؤية سياسية سيتم التعامل معهم بنفس المنطق. وإحنا الحقيقة شاهدنا من 25 يناير تحولات كبرى في النظرة إلى الشباب، من الشباب من أول لحظة الشباب الجميل اللي نزل في 25 والشباب الوحش اللي نزل في 28 إلى الشباب الرائع اللي كنس الميدان يوم 11 فبراير إلى شوية العيال اللي عايزين يخربوا البلد وهم بيتظاهروا ضد في محمد محمود مثلا أو في أي حاجة، ثم الشباب الجميل الرائع اللي نزل في 30 يونيو وعمل تمرد، ثم كفاية بقى ولاش وجع دماغ علشان عايزين البلد تمشي، يعني الشباب اللي هدولت ولا تمشي البلد على مزاجهم حاجة بالمعنى ده. وبالتالي هو منطق لحظة ما أنت تجد أن القوى المجتمعية انحازت إلى الشباب في لحظة معينة بتتعامل مع هذا الشباب باعتباره القيادة، وبالتالي كثير من الإعلاميين وكثير من دوائر السلطة تنافق هذا الشباب والهدف هو الامتصاص الحال. ثم بعد ما تعود الأمور إلى طبيعتها، وده منطقي طبيعي أن الجماهير بترجع بيتها تاني لأنها مش هتقعد طول النهار يعني بتشتغل في العمل السياسي، واللحظة الطبيعية في المجتمع يعني إن في لحظة فورة ثورية موجة ثورية ثورة، يعني الجماهير بتدخل طرف أصيل في الفعل، وبعد كده الجماهير بتعود إلى أشغالها علشان السياسيين يرسموا الخريطة السياسية للبلد تمشي فيها، وده منطقي. ففي اللحظة اللي الجماهير بتنسحب بتبقى في إرادة سياسية أخرى هي اللي ترسم الخريطة، وبلاش السياسيين وبلاش الشباب.